السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفنا كلنا ماتش مصر والسنغال. حقيقي كرة القدم مش دايما بتبقى عادلة، في بتيجي عليها لحظات بتبقى ظلمة الفريق كان يعني يستحق اللي هو اللي ياخد البطولة، الفريق المنتخب المصري. شوفوا من أول ماتش اتلعب، سيبك من أول ماتش، أول ماتش كان حالة استثنائية يعني، منتشر بعد كده منتشر ماتش غينيا بيساو السودان، بعد كده الريتم العالي اللي ظهر بيه المنتخب المصري في كوت ديفوار، بعد كده المغرب، بعد كده كاميرون، بعد كده الماتش الاخير ماتش السنغال اللي اللعيبه لعبت 4 ماتشات ورا بعض 120 دقيقه 120 دقيقه في ظرف اسبوعين، يعني ساعتين كل 3 ايام. الحوار صعب جدا والحوار يحزن، الناس حزينه حزينه في مصر والمنتخب حزين، وشفنا كلنا دموع اللعيبه، دموع محمد صلاح، ودموع ابو جبل، ودموع تريزيجيه عيل جامد، حاجه تزعل جدا جدا جدا. بس خلوا بالكم، انتوا شرفتونا وشرفتوا مصر وحطوا الجمهور وراكم. الجمهور اللي اول البطوله اصلا ما كانش طايق اللي هو يتفرج على منتخب مصر، وكان عمال يهاجم في كروش، وعمال يهاجم في محمد صلاح، وعمال يهاجم ويشتم في النني، وعمال احنا عمالين نقول اللعيبه مش رجاله لا بس انتوا خلاص، انتوا كون ان انتوا عملتوا الملحمه دي كلها لحد ما وصلتوا للمباراه الاخيره، احنا زعلانين على زعلكم بس مش اكتر. يعني احنا من ساعه ما كسبنا كوت ديفوار، بعد كده طلعنا المغرب، بعد كده كاميرون، احنا كل مدى بنفتخر بالمنتخب بتاعنا، بنفتخر بالمنتخب المصري. وبعدين احنا حققنا البطوله 7 مرات، السنغال حققتها مره واحده، يعني دي اول مره بالنسبه للسنغال. فاحنا لينا رصيد يكفي، لينا رصيد كبير كبير كبير. احنا وصلنا للنهائي 10 مرات كسبنا 7، يعني احنا وصلنا لنهائي افريقيا 10 مرات كسبناه 7 مرات. فاحنا الفراعنه، احنا اللي بننيم افريقيا من المغرب. شوف انت طلعت ناس تقيله، شوف مشوار السنغال ما كانش زي مشوار مصر. لو منتخب السنغال كان فيه اصابات زي ما حصل مع منتخب مصر، عمرها ما كانت وصلت للنهائي، عمرها ما كانت وصلت للنهائي. المنتخب المصري وصل بجهود جباره، جهود ملحميه للفريق بتاعه حقيقي، جهود وتضحيات كبيره جدا 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 قدمها المنتخب. واللي يحزن واللي يزعل ان اللي ضيع كوره محمد عبد المنعم مفاجاه، هو مفاجاه بكل المعاني وكل المقاييس، مفاجاه من لاعب يعني كان مش ظاهر والناس كلها بتشتم كروش ان هو خده، لحد ما اللاعب ادى بقى كويس والناس كلها حبته، والجمهور كلها والجمهور كل الجمهور المصري والجمهور العربي عمال يشكر في محمد عبد المنعم، والناس الاهلي كافئوا ورجعوا تاني والغى الاعاره بتاعته من الفريق بتاعه اسمه فيوتشر. بس فاجئنا تاني اللي هو ضيع كوره بنالتي، كوره يعني كانت حياه وموت. بس هو كان سوء حظ، يعني هو لعبها في حته حلوه، لعبها في حته كويسه، بس سوء حظ اللي هي خبطت في العارضه. انما الموضوع التاني اللي ضيع تاني ما اسمه مروان، لا مهند لاشين هو اللي ضيع، مروان جابها، مهند لاشين اللي ضيع. مهند لاشين يعني مش عارف، يعني انت كان المفروض قبل نهايه المباراه كنت تنزل حد تاني، كنت تنزل عندك رمضان كان بيشوط حلو، عندك عبد الله السعيد بيشوط كويس، يعني ما حبكتش لاعب حد، وكمان عندك فراوده في المنتخب بيشوطه، راح تخلي مروان هو اللي يشوط اسمه مهند لاشين. عندك محمد صلاح لسه ما شاطش، عندك تريزيجيه لسه ما شاطش، عندك النني، مين تاني كان بيلعب في الشوط التاني؟ هو لما نزل تريزيجيه ومروان، ونزل مين تاني؟ زيزو شاط. يبقى عندك اتقل ناس في المنتخب تريزيجيه ومحمد صلاح ما شاطوش على الجول، وراح تشوط بمهند. مين مهند لاشين يا جدعان؟ معلش مع احترامي يعني لكل الاسماء في المنتخب، يعني محمد صلاح لازم تاخد اللقطه عشان تشوط اخر واحد، يا عم شوط يا عم دلوقتي واخلص. فكان تريزيجيه برضو، كان تريزيجيه شوط كمان يعني. بصراحه الناس خارجه كلها زعلانه، واحنا حصلت حاجه خارج التوقعات، محدش كان يتوقع هزيمه المنتخب المصري. كلنا كنا عايزين فرحه، عايزين نحتفل بالتمنه، بس قدر الله ما شاء فعل، ما تعرفش يعني ربنا ليه حكم في كده. كره القدم مكسب وخساره. شوف عندك لعيبه عظام كتير زي ميسي، عندك كريستيانو ياما خسروا في نهائي، يعني ما مش متاكد من كريستيانو، بس ميسي خسر في النهائي كذا مره، يعني مره من تشيلي وقعد يعيط برضه. بس هي تزعل قوي، تزعل قوي قوي، خصوصا ان انت عامل بطوله ووصل لحد اخر نفس. يعني شوف انت يعني عارف، لو كان الجون بتاع ضربه الجزاء دي لو كان جت كنا هنقول ماشي، فاهم؟
مجريات المباراه، اللعيبه اصلا كانت لعيبه السنغال كانت تقيله، كوليبالي ده ما حدش عارف يعدي منه اساسا فاهم، الا باستثناء الكره بتاعت محمد صلاح. محمد صلاح برضو شاط كوره في المندي لما جابها في الضيقه، في المقص والضيقه، بس المندي لعيب يعني جون ابن كلب صايع يعني، ما فيش حاجه بتفوت منه. وكون اللي هو في ضربات الجزاء كان عمال يتنطط يمين وشمال عشان خاطر يشتت اللعيبه، ده فكر ابن كلب يعني، فكر جامد جدا جدا جدا. هو لعيب في تشيلسي يعني، انت راجل تلعب في تشيلسي يعني، وتشيلسي دلوقتي في العصر الذهبي لتشيلسي يعني. فهارد لك المنتخب الوطني، يا ريت الموضوع ده ما ياثرش عليكم جامد، وتتخطوا الهزيمه النفسيه ديت يعني. انتوا عملتوا اللي عليكم وانتوا كنتوا رجاله، مصر كلها مفتخره بيكم، ومش مصر بس، كل المنتخب العربي، المنتخبات العربيه كلها وكل الشعوب العربيه مفتخره بيكم، حتى الاجانب، الدوري الانجليزي وليفربول يعني. بص الحلو ما يكملش، عارف انت كأنك يعني اكنك جبت حته تورته وفي الاخر خالص قبل ما تاكلها جبت شويه رمله ورميتها على التورته، بوظت بكل حاجه بقى، ما بقتش تتاكل خلاص يعني. يعني انت بدل ما تحط حته الكريزه اللي في الاخر دي مثلا حطيت ملح، بدل ما تحط مثلا سكر وكريز كده على حته التورته حطيت ملح، فبوظتها، لو اكلتها هتموت. فحاجه كانت تزعل جدا جدا، واللي زعل اكتر ان مين اللي خدها؟ مانيه اللي خدها؟ مانيه، طب يعني اللي يجي بعد كده ايه؟ ان مانيه ممكن ياخد احسن لاعب في افريقيا يعني، انك تاخد كاس الامم الافريقيه لاول مره في تاريخ بلدك السنغال، وبتلعب برضه حلو في الفرق بين في الاجوان ما بين ماني وما بين محمد صلاح، فرق كام؟ 7 اجوان، محمد جاب 16 وماني باين جاب 7 او 8 حاجه كده، الفرق مش كبير يعني فاهم قصدي. بس بالعكس ماني حقق حاجه لمنتخب بلده يعني، ماني حقق كاس الامم الافريقيه، ماني هيتعامل معامله الابطال لما يرجع ليفربول. كلوب كان قايل اللي هيكسب ان اذا كان ماني او محمد صلاح يرجع يروح بلده ويحتفل مع الجمهور بتاعه، يقعد يوم يومين كده ويرجع قبل يوم الخميس، يعني يوم الخميس عند ليفربول هتلعب مع ليستر سيتي، ده اللي هيكسب يعني، ما هو مكرم اللي هيكسب، انما اللي هيخسر يسافر على طول على ليفربول من غير ما يروح بلده. فهيروح محمد صلاح يرجع على ليفربول بنفسيته تبقى زي الزفت بعد كل اللي عمله ده، وكان على بعد دقائق من اللقب الثاني اللي هو كان نفسه يحققه، والحمد لله يعني قدر الله ما شاء فعل، وربنا يا رب يعوض مصر خير ويعوض المنتخب خير ويفرحنا ونصعد المونديال يعني. هو بقى الصقر اللي هيحصل، الحاجه الوحيده اللي هتشفي غليل المصريين هو ان احنا نكسب السنغال ونصعد المونديال، وربنا يجعلها اخر الاحزان واخر الخسائر اللي مصر تخسرها، وتبقى ايامنا اللي جايه كلها فرح وسعاده وانتصارات. والسلام عليكم.